ديالنا وهاد الاعتصامات ديالنا. لكن الاخوان هذا حقنا هو حق 100%، وما غادي يمكنناش نسمحوا فيه، وما غادي يمكنش اننا هاد الناس غادي يبقاو دائما كيستغلونا، وما غادي يبقاوش هاد الناس دائما هضمنا الحقوق ديالنا، وما غادي نبقاوش الاخوان دائما حنا هاد البلاد كتمشي توصيه، ما غادي يمكنش دائما وابدا غادي نبقاو نضلوا حتى تتحقق المطالب ديالنا. ما نطولش على الاخوان، غادي نلتحقوا بالمقر ديال الاتحاد العام ونحاولوا على اساس نبدا ان شاء الله تقرير 10، ولكن غادي اليوم غادي نلتحقوا بالمقر، غادي تكون شي مستجدات اخرى، غتكون اقتراحات اخرى اللي يمكن غادي نزيدوا نرفعوا من هذه النضالات ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم.